يلا. مكالمات على العشاء ممنوع. هلا قلبي، هلا عمري، هلا حياتي، ما ضيعنا الا شغل المراهقه والفريق يلقم من الاهداف. السهر ممنوع، ممنوع منعا نهائيا. تدخلون الملعب تجرجرون رجليكم والعالم يتخاطفونكم يمين وشمال. ساعة 10 مساء كل واحد منكم في غرفته. خروج من الفندق ممنوع منعا نهائيا. الخروج من الفندق إلى الملعب فقط. خير ان شاء الله يا ابوي. رجع السماعه اقول. واذا ما رجعتها يعني؟ اذا ما رجعتها بكره عندي تمزق وحراره وانفلونزا وما اقدر العب، وروح دبر عمرك انت وفريقك. يوه خوفتني مره، خوفتني. الله يخليك. لا خل استهبال يا سعود. هات اسمع اقول لك عاد. وش اللي تسمع انت، اداري ولا وكيل مدرسه انت؟ ضحكتني مره. زمن الدلع. ايوه. وتخقق انتهى. تنضبط تلعب، ما تنضبط دكة الاستحياط يا ابوي. شو اسمها؟ دكة الاستحياط. يقول استحياط. اقعد يا ابوي. اوكي.